بيا، وانت برضو كنت عارف انا جددت عقدي على بياض مع النادي الاهلي من غير اي حاجه خالص، ومن غير ما يقولوا لي انت هتاخد كام ولا الكلام ده. قالوا لي هتجدد للنادي الاهلي، مسكت القلم ومضيت وخلاص، والله العظيم ما اعرف كنت هاخد كام حتى. فانا ابن النادي الاهلي، وانا من ناشئين النادي الاهلي، وانا بحب النادي الاهلي. فانا حتى استغربت بالكلام ده، يعني انا استغربت بالكلام ده جدا. يعني انا فتحت النت وبتاع، فلقيت لك هشام هرب. لا انا ما هربتش، انا موجود في النادي الاهلي وماضي في النادي الاهلي عاد مده 5 سنين. طبعا كابتن عادل كأب لينا بصراحه، وشخصية محترمة جدا جدا جدا، هو كابتن ياسر رجب. لا كابتن عادل قبل ما اسافر كلمني وقال لي، قال لي تعالى لي، قعدت معاه هنا في النادي، عمل معايا جلسة، قال لي روح اعمل عمرة دي حاجة كويسة وبتاع بعد الإصابات اللي أنا كنت بمر بيها كتير. فقال لي لا أنا أسمح لك إن أنت تروح تعمل عمرة، وأنا طبعا بشكره جدا جدا إن هو سمح لي إن أنا أروح أعمل عمرة. ورحت عملت العمرة، وأول ما وصلت السعودية كلمني، وبقى كان كل يوم يطمن عليا بصراحة. يعني كان كل يوم يوميا كان يتصل بيا ويكلمني ويقول لي انت عامل ايه وصحتك عاملة ايه وعملت العمرة ولا لا. لا كان بيطمن عليا بس. فهو ده كل اللي حصل. فإشاعات طلعت ان انا هربت، حتى وقال لي ما تحطش في دماغك. انا حتى اتضايقت لما الكلام ده حصل، قال لي ما تحطش في دماغك وعيش دنيتك واعمل عمرتك وتعالى لنا بالسلامه، احنا مستنيينك. كابتن عادل طور مني كتير قوي بصراحه، اتعلمت منه حاجات كتيره جدا جدا جدا. راجل يعني بص، ولسه برضه بيعلمني حاجات. لا راجل طور مني حاجات كتير قوي، كاسلوب بره الملعب ودي اهم حاجه جدا، واسلوب جوه الملعب دي برضه حاجه مهمه جدا. تكتيك ولعب وكوره والحاجات دي لا خلاف عليه بصراحه. لا علمني حاجات كتيره وتعلمت منه حاجات كتيره بصراحه. ما شفتش من قليلين جدا المدربين اللي يوميا تعمل مثلا لكل لعيب محاضره فيديو، يعني بفيديو كده يتجاب ويتعمل وبتاع، يعمل لكل لعيب محاضره فيديو، يوري له تحركاته ازاي، هيلعب ازاي، ايه المطلوب منه في اللعب. لا بصراحه، لا كابتن كبير بصراحه جدا. يعني مسميني جان، يعني هو بصراحه كابتن عادل هو كمان انا بقول له انت جان بصراحه. لا هو حبيبي كابتن عادل، يعني الفكه بتاعتنا بصراحه، وربنا يخلي لينا هو كابتن ياسر رجب والجهاز كله طبعا. لا كابتن عادل مدرب كبير بصراحه، وتربطني علاقه بينه وبينه علاقه حب وعلاقه شخصيه جدا بصراحه. كابتن عادل حبيبي جدا. يعني اقول لكم انا موجود في النادي الاهلي، انا قبل ما اسافر جددت على بياض، وانا ابن النادي الاهلي ومستحيل اعمل حاجه زي كده، مش تربيتي خالص، والنادي الاهلي ما علمناش حاجه زي كده. حتى لو النادي الاهلي مش عايزنا، انا تحت امر النادي في كل حاجه، وانا جددت عقدي مع النادي وانا موجود في النادي. النادي عايزني انا موجود، النادي مش عايزني برضو. شكرا للنادي الاهلي، وبشكرهم على السنين كلها اللي انا قضيتها مع النادي الاهلي، وانا ابن النادي الاهلي.